أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل وما تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى فاقتلوهم كذلك جزاء فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلو الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله وعلموا